السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قاسم، اليوم أقدم شرح جديد يخص HTML. أنا تكلمت بالدرس السابق عن ال HTML وقلت إنه هي تخص جزء الفرونت إند. الجزء الفرونت إند أقصد به التصميم. إذا ما شايفين الفيديوهات السابقة ممكن تطلعون عليها، قبل يومين أو 3 أيام نشرت الفيديوهات. طبعا اليوم شرحي راح يتكلم عن عناصر ال HTML، وطبعا البنية الأساسية بكل صفحة HTML ودائما تلقاها. حتكلم عن البنية الأساسية. تبدأ البنية الأساسية بالوسم HTML في الإصدار الرابع. عندنا إصدارين، إصدار الرابع وإصدار الخامس. في الإصدار الرابع عندنا يبدأ بالوسم HTML، عفوا، فال HTML 5 لا صار عندنا بداية تكون علامة التعجب. أول شيء واسم تبدأ احنا علامة الأكبر والأصغر، لكن بينات هي علامة التعجب وكلمة دوك تايب. دوك تايب HTML، فهذا يتعرف المتصفح بأنه احنا قاعد نتعامل مع ال HTML 5. فشنو عندك بعد؟ عندك بعد الوسم الثاني اللي هو نقول الهيد. هذا الهيد يحمل المعلومات للصفحة، تمام؟ الوسم الثاني الهيد. الوسم الثالث شنو؟ الوسم الثالث اللي هو وسم جدا مهم لتعريف المستخدم باسم الموقع اللي هو يسمى بالتايتل. أيضا الوسم هذا عبارة عن علامة أكبر علامة أصغر وإغلاقه، ولكن بداخله يكون عنوان الموقع. بعد ذلك عندنا وسم ممكن أنت تضيفه أو لا، اسمه ستايل. هذا ستايل يكون داخله معلومات الـ CSS اللي تضيفه بلغة الـ CSS، فأيضا هذا وسم جدا مهم. عندنا وسم آخر اللي هو البادي. قبل البادي اكو عندنا وسم اسمه، احنا قلنا اما تكون تكتب وسم الستايل او وسم لينك. هذا اللينك هو اللي يربطك بين ال HTML وال CSS، اذا هو وسم جدا مهم وضروري ينكتب في خانة الهيد، لان هذا الوسم التايتل لازم يكون داخل وسم الهيد، والوسم هيد داخل وسم ال HTML. اذا ال HTML هو بداية الهيكل، اوكي؟ فعندك الوسم الثالث اللي ورا اللي يجي ورا اللينك، وسم اللي هو البادي. البادي اللي يكون بداخله العناصر كلها، العناصر كلها لل HTML. فعندنا قلنا بداخل ال HTML شنو يكون الوسم الثاني اللي هو شنو قلنا الهيد، بعدين يجي وراه الوسم قلنا تايتل، بعدين وسم لينك ضروري هذا الوسم، بعدين يجي وسم اسمه بادي. هذه يعني البنية الأساسية دائما في ال HTML. هذا اللي حبيت أضيفه اليوم وأعرفكم عن بعض الوسوم المهمة اللي دائما تكتب في أي بنية أساسية. في المحاضرة الجاية إن شاء الله راح أشرح عن الفوارق، ممكن يكون تاكات تختلف عن تاكات، معلومات تخص ال HTML أكثر، وضروري نتعمق بال HTML، لأن ال HTML تخليك أنت تبني الصفحة للويب. وإن شاء الله نشرح بالمحاضرة الجاية معلومات أكثر عنها. إذا عجبكم الفيديو أنطوني إعجاب وتعليق على ذوقكم. شكرا للمشاهدة، مع السلامة.